بسم الله الرحمن الرحيم. الأمين سيد معالي الوزير الأول، السادة الوزراء، السادة أصحاب السعادة السفراء، السادة رؤساء البعثات الأممية، فضيلة العلامة رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بي، السيد الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس، السادة المنتخبون، السادة العلماء والأئمة، أيها الجمع الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم على أديم أرض شنقيطة موريتانيا ترحيباً يليق بمقامكم السامي، ينبعث منه الود الخالص والمحبة الصافية. أهلاً بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائ. معالي الوزير الأول، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تشرفوا معنا اليوم على افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السادس تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية، في ظرف انتشرت فيه تيارات الانحراف الفكري والتشدد المذهبي والتعصب العقائدي، وعلت أصوات تسعى إلى إثارة الكراهية بين مكونات الأمة، مستهدفة بخطابها فئة الشباب، مستغلة وسائط تكنولوجية حديثة بثت خلالها خطاباً واسمه تشدد في الطرح وتعصب للرأي والمغالاة في التأويل، مما نتج عنه انحراف في الفهم وفساد في الاعتقاد وتمرد على قيم المجتمع وثوابته، فثارت الفتن الدهماء التي خربت مدناً ودمرت دولاً وأبادت مجتمعات كانت تنعم بالأمن والاستقرار وتسود بين أهلها الوحدة والانسجام، في تجاوز صارخ لقيم الإسلام السمحة وشريعته الغراء المبنية على التسامح والإخاء والمحبة والتراحم. وفي ظل هذا الوضع المتأزم والمخاطر المحدقة التي تواجهها أمتنا، يتنزل هذا المؤتمر لإثارة بعض الموضوعات الشائكة حول وحدة الأمة الإسلامية والاطلاع على بعض التجارب وتبادل الآراء والخبرات حول هذا الموضوع. أيها الجمع الكريم، لقد خطت بلادنا خطوات معتبرة للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف، وذلك بفضل السياسة الرشيدة والرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الذي وضع مقاربة أمنية رائدة أدخلت البلاد في أمن واستقرار وهدوء وسكينة ولله الحمد، مقاربة فكرية منفتحة على الجميع عبر مد أشرعة الحوار وإقامة ندوات علمية وملتقيات فكرية تسعى إلى تعميق الوعي الديني وتعزيز مفاهيم الوسطية ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء، كما يعتبر استحداث يوم للوحدة الوطنية وتنظيم مسيرة لنبذ خطاب الكراهية بمشاركة رئيس الجمهورية إلى جانب الآلاف من المواطنين، وكذا إعداد ترسانة قانونية تجرم خطاب الكراهية، خطوات مهمة تسعى إلى تقوية اللحمة الوطنية ودعم التماسك الاجتماعي، وهو ما تعمل الحكومة على تجسيده بإشراف معاليكم السيد الوزير الأول عبر العديد من الخطط والبرامج المهمة في هذا المجال. أيها الجمع الكريم، إن الأمة الإسلامية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود ووحدة الكلمة ورص الصف والتماسك بين مختلف مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بها، وإن المسؤولية في هذا المجال تقع بالدرجة الأولى على العلماء والأئمة والمفكرين وأصحاب الرأي لتنوير العقول وصقل الأفهام وتوعية المجتمع بخطورة الفرقة، وإنني لعلى يقين أن ما ستناقشونه خلال هذا المؤتمر من محاور وموضوعات
ستشخص الوضع الراهن تشخيصا علميا رصينا، وتخرج بمقترحات وتوصيات، وتقدم حلولا من شأنها أن تعيد للأمة ألقها وتماسكها ومكانتها الريادية بين مختلف الأمم والشعوب. وفي الأخير أتمنى لضيوفنا الكرام مقاما سعيدا في بلدهم الثاني موريتانيا، وأرجو لمؤتمرنا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.